اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله لايف افتر. النهارده جايين نشرح الحدث تريننج الجديد النهارده. شكرا شريك، شكرا. الحدث اسمه كول فاكي او كول فاكانسي، ما اعرفش هو اسمه ايه، هو اسمه كول. النهارده هنحاول نشرحه بالتفصيل، وهنشرح اللي هي كل المهمات بتاعه دو تريننج كلها، بحيث ان ايه توضح للكل، عشان في ناس بتبقى ايه في مهمات مش فاهمها. اول حاجه بيجي لك مسدس بتعمل له كليم، بتدوس من هنا، يعني هو بتدوس هنا كليم. المسدس بيبقى فيه 10 طلقات ميه زي ما انتم شايفين. شريكي ضربني بلال. اول ما بتضرب حد بيديك جوائز دي، تالت ضربه او تاني ضربه لحد بيديك الجوائز دي، تاني ضربة بيديك 10 فورميلا. طبعا دي احلى حاجة، يعني انت متخيل كل يوم ان شاء الله 10 فورميلا، يعني انت متخيل كل. طبعا ما تنساش تعمل كليم للمسدس كل يوم، وتضرب اي حد في طريقك، اي حد موجود في الكامب عندك. ندخل تاني حاجة، وهي يعني في ناس مش فاهمها ايه هي، بس هي بتبقى ان انت بتدوس على الايام كريتيك هنا، ايام كريتيك بتدخل هنا وبيجيب لك اشخاص. اول ما بتدخل بيديك عدد لايكات، يعني 4 5 6، وانت بتشوف احسن احسن واحد او انت اكتر واحد عجبك في اللبس وبتدوس عليه لايك. طبعا انا استخدمتهم ودوست لايكات. طبعا انت مش خسران حاجه، بس انت كسبان حاجه، بالعكس انت كسبان عمله تريننج. بيديك على كل لايك بتدي لحد 2 عمله تريننج. طبعا دي حاجه حلوه، مثلا ده او ده بتديد لايك بتلاقي العملتين على طول بيجيبوا لك 2 شخصيين تانيين بس لغايه ما تخلصهم. تاني حاجه وهي جوين تو جيت، لا جوين تو جيت ريوردز ايام كومبيتيشن. دي بتدخلها بتلبس، بتبقى انت في مكان الاشخاص اللي هم اللي انت بتديهم لايكات. طب هنا بتعمل ايه؟ هنا بتختار اللبس اللي عندك، اقوى لبس، اقوى احسن حاجه. طبعا انا ما عنديش اي حاجه غير السكن الحقير ده. تلبس احسن شنط، دي الشنطه دي خدتها من التريننج في حدث من احداث، ودوت خدتها من حدث من احداث، ودي خدتها من الطوابق، المطوابق خلصت اعطوها لنا. طبعا دي احسن شنطه للبلو قمر من رايي. طبعا تاني حاجه دي خدتها من الطوابق، بتلبس احسن حاجه. بعد كده بتدوز يوز سيت زو يوز زيز سيت تو كومبيت، بتدوس عليها انت كده اشتركت، وبتظهر هتظهر لناس وناس هيدوك لايكات. انا طبعا واحد اهو كاتب لي لايك، طبعا مشكور. وبس يعني طب انت كسبان ايه لو انت الناس اشخاص عطولك لايكات كتير؟ اهي هنا اهو اول واحد هيبقى اللي هو توب اقوى واحد في السيرفر، هياخد 500 فورميلا و 5000 جولد، وهياخد شعار. التاني وتالت واحد 3000 و300 نيو فورمولا والشعار، اللقب اقصد. الرابع وعشر، من رابع لعشر واحد هياخدوا 2000 جولد و2200 فورمولا. طيب ندخل الحاجه اللي بعديها. طبعا دي مهمات مهمه جدا، لازم كل يوم تعملها، تديكوا عملات تريننج طبعا مفيده ليك، انت فاهم. عملات التريننج ممكن تشتري بيها فورميلا، ممكن تشتري بيها حاجه زي لون زي اللون ده، او تاخد حاجه منظر اساس زي الاساس ده تحطه في بيتك او زي ده. يعني مفيد جدا تشتري بيه فورميلا، تشتري بيه قطع ترقيه سلاح او درع، فيعني مهمه. فلازم ايه يعني على قد ما تقدر تعملهم، على قد ما تقدر. يعني مثلا بيطلب مني ان انا استخدم الشوتجن واقتل 10 زومبي في خريطه الماونت سنو، هكسب 10 عملات تريننج و35. طبعا اعملهم على طول. طب انت معاك شوتجن، طالب منك تقتل برشاش، وانت معكش رشاش، ما تروحش تجري وتشتري، اصل كده كده هتتغير، هي يوم هيجي لك بقى تاني يوم حاجه تاني. فانت ما تروحش تجري وتشتري شوتجن او حاجه عشان مثلا 10 عملات وبتاع وتكلف نفسك جولد. طب انت اشتريت النهارده شوتجن، بكره تشتري رشاش؟ لا. فيعني ايه اللي تقدر تعمله اعمله. انا مثلا في مهمه تانية طالب مني استخدم الشوتجن فقط في مهمه بوابات الفول فورست. بوابات الفول فورست صعبه شويه، بس يعني اللي معاه شوتجن كي اس جي سهله. ندخل على اللي بعديها، طبعا كل يوم بتتغير. ندخل على اللي بعديها وهي حاجه حلوه برضك زي اللي فاتت، بيطلب منك كل يوم، اللي انا بعمل عليها دايره دي، بعمل عليها دايره دي، بيطلب منك كل يوم تعمل مهمات خريطه مع خريطه معينه وبيديك عليها جوائز. انا طالب مني النهارده اعمل خريطه سانتوباني، في اللي هي بيديني 50 عمر تريننج، خريطتين بيطلع منهم في المفابريك
يعني خريطتين لكنز معين، بروح مع افتح الكنزين دول اخد منهم في الفابريك، بوليت بارم، تكتيكال فيندر، بوليت بروف، يعني بكسب منهم كذا حاجه وحلوين يعني. يعني انت اعملها كده كده وكده كده كده انت اللي كسبان يعني. تاني حاجة اللي على الشمال دول في ناس مش عارفة ايه هما، بس بيقول ان هو هي بتبقى عبارة ان يوم 18 ليوم 19 الساعة 12 مساء بالنسبة للعبة او صباحا بالنسبة للعبة مش فاكر بالظبط، بس يوم 18 هينزل الحاجات دي في السوق اللي هي وجبة الفيجور، والصندوق ده هيديك 10,000 جولد، والصندوق ده هيديك 10,000 نيو دولار و10,000 سكيل بوينت، والاساس ده هيتباع، الاساس ده هيتباع في المول، الحاجات دي تتعرض في المول. بصراحة انا معرفش هل هتتعرض بعملات شمسية ولا هتتعرض بجولد عادي ولا هتتعرض بإيه، فاحنا هنكتشف يوميها. برضك اللي تحتيها يوم 25 هيظهر لغاية يوم 26، هي الحاجات دي هتبقى في السوق برضك زيها، بس هيبقى في أساس غير الأساس اللي احنا عارفينه اللي هو الأساس دوت، طبعا أكيد بعملات شمسية، أنا متأكد 100% إن أكيد الصندوق ده بعملات شمسية وأنتوا أكيد عارفين. فيعني إيه يوميها يعني يظهر اللي عايز يشتري يشتري. طبعا دي عجلة الحظ طبعا كلكم عارفينها، وهي عجلة حظ كل يوم بيديك مرة أو مرة مجانا بتضربها. أنا طلع لي الريجنت دي اللي هي ريجنت ليفل 2، طبعا فيها المسدس الريفولفر والشيلد الجديد، وفيها سكنات، وفيها 1888 قطع فورمولا شارت. طبعا يعني كل واحد عارف حظه، انا عارف حظي عمري ما هيطلع لي حاجه، انا اخري بيطلع لي نيو دولار وسكيل بوينت، انا عارف حظي. فيعني اتمنى التوفيق لكله، كل يكسب احلى حاجه. فيعني حبيت تضرب، طب انت خلصت الضربه اليوميه المجانيه بتاعتك، عايز تضرب ضربه عليها تاني بتكلفك 1100 ألف ايه 120 عمله تريننج و1000 نيو دولار، 100 نيو دولار مش عارف مالي ومالي الالف بعد اذن يا شباب، 120 قطعة تريننج عملة تريننج و100 نيو دولار بتضرب ضربة زيادة. طبعا انا معيش، لكن الضربات عايز تضرب براحتك ومعاك عملات شمسية تضرب، الضربة الواحدة ب 60 60 عملة شمس. طيب ندخل بقى في اهم حاجة واللي هي المهمات بتاعة التريننج، نحاول نشرحها وابسطها باسهل طريقة. يقول لك اللي هو اشترك في نانسي سيتي 3 مرات، دي مش في اي نانسي سيتي، دي خاصه هي الكاجوال، والكاجوال بيظهر في حدود اللي هو هنا ايه بتدوس عليها من هنا من 3 نقط دول بتدوس هنا من 18 برقم بوقت اللعبه لغايه الساعه 22 بوقت اللعبه. هنا كل يوم بيبقى فيه كاجوال مختلف، بيبقى فيه قناصه، بيبقى فيه بازوكه، بيبقى فيه الشنطه اللي بتطيرك، وفي يعني بيبقى فيه كل ايه كل يوم حاجه مختلفه. بيقول لك اشترك 3 مرات يعني في اليوم الواحد، يعني النهارده لو اول ما كاجوال يتفتح لو لعبت 3 مرات نانسي في الكاجوال بالقناصات، مش لازم تلعبها بقناصه يعني، ما تفتكرش ان انت لازم تلعبها بقناصه، المهم تشترك تدخل نانسي في الوقت ده. هعمل ايه مهمه التريننج دي؟ ندخل تاني مهمة وهي تراب انفكشن، وهي بص الكامب، بص الكامب كل يوم حد واتنين بالنسبة باختلاف للكامبات، يعني بتدخل بص الكامب بتموته المهمة دي بتتعمل لك. تاني حاجة وهي ليفن سيتي، بتروح ليفن سيتي واللي هي رقم 3 دي، بتروح ليفن سيتي وبتلاقي صناديق او زي خلايا زرقاء كده، بالونات زرقاء لونها ازرق، بتكسرها او بتفتح الصناديق دي بتاخد منها موارد. هي دي لو فتحت 5 صناديق او كسرت 5 بالونات زرق اخدت الموارد اللي فيها، المهمه دي هتتعمل. فسهله جدا، بتروح ليفن سيتي وبتعملها ما فيهاش اي مشكله. تاني مش تاني أو رابع مهمه، وهي ان انت ان انت بتتحول لزومبي في ليفن سيتي. في ناس كتير ما تعرفش ازاي بتتحول لزومبي في ليفن سيتي، او ازاي يقول لك ازاي تحول لزومبي. هي هحاول اشرحها مبسطه بس عشان وقت الفيديو ما يطولش. هي انت بتروح ليفن سيتي بتكسر البالونات دي، بتقعد تكسر كميات كبيره، ممكن تكسر 3 4، وانت بتكسر ممكن تفتح بالونه تلاقي فيها برشامه كده حمراء، حاجه لونها حمراء، بتدوس عليها يوز، بتحتاج 4 برشامات عشان تتحول لزومبي. بتدوس على يوز مره 4 البرشامات دول، بتدوس عليها يوز بتقلل لك بار الهيلث، مش بار الهيلث، بار الصحه بتاعك اللي هو دوت اللي هو لونه رصاصي دوت، بتقللهولك لغايه ما تتحول لزومبي. طيب انت خلاص كده مهمه اتعملت؟ لا مش هتتعمل على طول. طب هتتعمل ازاي؟
بتروح عند بعد ما بتحول ممكن تتحول لزومبي اقوى عن طريق ان انت تروح للخلايا الزرقاء دي وبعد كده تمتص تدوس عليها ابزورب، هتلاقي على الخلايا الزرقاء دي مكتوب كلمه ابزورب، هتبدا تمتص والبار عندك اللي هي بتاع الرصاص دي هيبدا يزيد 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 لحد ما تتحول لزومبي تاني. هتبدا تتحول 3 مرات زومبي لغايه ما توصل لزومبي اقوى زومبي اللي هو الناس لو تعرفوا اللي هو زومبي الباور بلانت الموجود البص بتاع الباور بلانت اللي هو بيبقى ماسك الشومه في ايده ده الكبير وحش كبير، والهيرو بارك اللي هو وحش اللي ماسك في ايده منشار ده اكيد كلكم عارفينه، يتحول ده يتحول لده وممكن تقتل ساعتها الزومبي يعني الزومبي ما يقدروش يضربوك وتبقى ممكن تضرب اللاعبين الموجودين في خريطه ليفن سيتي وممكن يضربوك ويموتوك فخليك حريص. طيب يقول لك تيك فوتو اوف كول فاكيشن، التيك فوتو دي بتصور اي حد لابس لبس الحدث، بتدخل على المول هنا فوق وبتدوس على الاوتفيت هنا لازم حد يبقى لابس اللبس ده اهو اسمه كول فيكيشن فاكي ده لازم حد لابسه انت بتلبسه اذا كان بنت او ولد بتبقى حد بيبقى لابسه انت بتصوره فالمهمه بتتعمل لك على طول. ندخل على المهمه اللي بعديها وبيقول لك اقتل 4 وحوش خرائط. انتوا عارفين طبعا وحوش الخرائط قبل ما تظهر ب5 دقائق بيظهر اشعار كده بسيط هنا في الواجهه دي جنب فوق الشات وبيقول لك على طول ان في وحش مثلا هيظهر في خريطه ساند كاسل في الفورست فخلي عينك عليه على طول عشان تروح تموته. بيقول لك تقتل 4 في خلال التريننج كله، فيعني ايه فيعني ايه هتعمله يعني مفيش مشكله، بس اللي هو ايه خلي عينك عشان تقدر في ناس كتير يعني مش عارفه ازاي تقتل وحوش الخرايط دي، فدي هي دي الخريطه هي دي الطريقه انت بتظهر لك اشعار فبتروح على الخريطه وبعد 4-5 دقائق بيظهر. المهمه الثامنه وهي كومبليت فرنيتشر شوب، في مهمه اكيد كلكم عارفينها في مهمه الهوب 101 بيبقى فيه ان انت بتقعد تنقل طوب، طبعا دي بتروح تعملها 4 مرات يعني خلال 2-3 زي ما تعملهم على مدار الحدث اللي هو 2 أو 2.5 أسابيع على مدار الحدث وبتعملها وبتاخد الهديه بتاعتك وهي وجبتين فيجر زي ما انتم شايفين والجوائز. طيب ايه المهمه دي؟ في ناس كتير مش هتعرفها بس هي 90% اللي هي في كل يوم سبت او سبت وحد او جمعه بالنسبه لمصر، انا ما اعرفش بالنسبه لباقي باقي البلد ايه. بيجي في هنا في البنفيت بيجي حاجه زي ريكويست بيطلب منك مهمات معينه يا اما تعملها في الفور فورست يا اما في هوب 101، انت لو عملت مهمه من الاثنين كده انت خلاص اتعملت عندك المهمه، يعني انت مثلا يوم السبت او يوم الجمعه المهمه بتنزل فبتقبلها المهمه بتتعمل عندك بتروح المهمه معموله عندك وتروح تقبلها على طول فما فيهاش اي مشكله. تالت مهمة وهي بتعمل مهمات الفول فورست اللوحة، مهمات اللوحة بتاعت الفول فورست 3 مرات يعني 3 أيام طبعا انت حسب وقتك تعملهم هتخلصهم. المهمة اللي بعديها هي مهمة السنو هايلاند تعملها 3 مرات برضك نفس الوضع مهمة اللوح. تالت مهمة وهي الكامب باترو اللي هي مهمات الكامب، مهمات الكامب اللي بتروح عند اللوحة هناك وبتعمل مهمات الكامب هناك اهي، طبعا بتختلف من كامب لكامب، انا عندي بالنسبه لمهمات الكامب بتبقى من الساعه 19 ل 21 بتوقيت اللعبه بتعملهم وبتاخد الجوائز بتاعتك بتعملها 3 مرات يعني 3 ايام 3 ايام تكون عامل المهمه. طبعا دي بقى يعني سهله جدا، انت كل ما بتسجل اول يوم بتاخد هديه، تاني يوم دي بتاخد الهدايا دي، تالت يوم بتاخد الهدايا دي، رابع يوم بتاخد الهدايا دي، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم. طبعا انا اول يوم اعملهم. طبعا في المهمه دي في ناس مش عارفه تعملها ما بتعرفش تعملها بس هي دي سهله جدا انا لسه عاملها حالا قبل ما اسجل الفيديو، وهي ان انت بتلبس بيقول لك البس لبس الوير اي في يو ار ان دي، بتروح على المول هنا بتدوس على المول بتدوس على الاوتفيت وبتدوس على الكلوزز اللي هي رابع واحده وبتدوس على واحد لبس اسمه ار في ان دي اهو هو ده. انا انت اول ما لبسته انت يا دوبك دوست عليه ولبسته خلاص كده المهمه اتعملت عندك، بتروح راجع وتدوس على تريننج وتدو تريننج تروح راجع هتلاقي اتعملت عندك تعمل كليم
بس طبعا انتوا فاهمين مهمات العملات التريننج. طبعا انت ممكن تستغلها في فورمولا، انت طبعا حسب حاجه كل واحد محتاج، محتاج فورمولا، محتاج شرايح ترقية شرايح الدرون ديت، شرايح الدرون دي قطع الدرون، محتاج دريلات بوتاسيوم، محتاج اساس للبيت تحط لون زي ده، حاجه زي دي في البيت. طبعا يعني بس كده بتقالي خلصنا الحدث، واكون شرحت لكم ووضحت لكم حدث تريننج وازاي تكون خلصت المهمات بتاعه الدو تريننج، وتبقى اسهل لك لو طلبت عملتها مع شريك ليك، بيظهر لك هنا. ولو شريكك وتطلب منه يعملها معاك، طبعا هو هيعمل مهمه لما يجي يعملها، يعمل لها كليم من هنا عشان انت تقدر تعمل لها كليم. وكده نبقى خلصنا الفيديو. وطبعا يعني بطلب منكم ان انتوا تدوسوا لايك وتشتركوا بالقناه، وما تتاخروش وما تترددوش ان انتوا لو عايزين تسالوني على اي حاجه في التعليقات هجاوبكم عليها ان شاء الله. وان شاء الله هنزل باقي واكمل باقي سلسله شرح التخصصات خلال الايام دي. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.